السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناتكم قناة الصدقة الجارية لنيل الخير والأجر والثواب إن شاء الله تعالى. بغيت نخدم معاكم حرشة ولا محراشة بالسميد الغليظ وبالحمرة. حنا كنقولوا لها الحمرة، يعني ماشي النخالة ماشي الدقيق، ديك اللي كتكون ما بيناتهم. ها هي هذه، درت زلافه من السميد ودرت زلافه من الحمراء، كبيت عليهم شويه الزيت وبسبستهم بهذه الطريقه، خليتهم شويه يتبسبسوا باش يجيني شويه مفرزه. وغنحاول ان شاء الله انني غندير فيها هذو، يلا حكيتهم داكشي علاش ما ديرهمش في هذاك. غندير فيها شويه الزعتر، شويه السالميه، شويه اليازير، يعني هذو ان شاء الله نخلطهم معها بهذا الشكل. بغينا حرشة تكون نسمة، دابا بدا كيبرد الحال، هاد الشي كله ولا تبارك الله ولا. غندير مليحة، ملح كيبقى حسب كل واحد وقياسه، وغنخلط هاد الشي كامل إن شاء الله وتعالى بهاد الطريقة. بسم الله وعلى بركة الله. أختي ما نساوش، بسم الله بسم الله بسم الله دائما وأبدا، فنرى أحيانا كنساها. بسم الله وعلى بركة الله، وإن شاء الله تكون البركة ويكون الخير إن شاء الله مع كل الأعمال ديالك اللي كتقوم فيها، كل الأعمال اللي كتكون فيها بسم الله كتيسر وكتكون شفاء ودواء، غداؤنا دواؤنا. إحنا عارفين بأن السميد راه صحي، عارفين بأن الحمراء او النخاله الرقيقه بانها صحيه، عارفين هاد المسائل كاملين، لذلك غنخدم بهم حريشه درناها ديك غنتبلوها بديك ديك العشوب بحكم انها بريه موجوده عندنا هنا. لقيتوني يلا حكيتها حيت منها حيت العويدات ودرتها. ها هي على هاد الطريقه، غنزيدها شويه كيك ديال الخميره. انا من طبعي اي حاجه كندير فيها شويه كيك الخميره، شويه ديال الخميره، شويه ماشي بزاف، شويه قبيصه لان ما خصناش ناكلو اي حاجه ديال العجائن ما ناكلوهاش، غنخليها شويه ترطب ان شاء الله تعالى. غنخلطها، غنزيد فيها شويه البابريكا الحاره اللي كتصوبتها من هنايا. احنا عارفين بان الحار اللي درتي شويه كيبنن. عاشي شويه، ولكن الا كثرتي مني كثرتي منه كيكون مضر. درت فيه القشور ديال الخضر اللي كنت خدمت معاكم، ها هي غتعطيها واحد اللذه وواحد واحد الذوقه تعطيه ليها جد رائع. وغناخذ ان شاء الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي الحرشة ديالنا خرجات من الفران، شوف كيف تبارك الله تحمرت وطابت. ها هي بالأعشاب، الزعتر، السالمية، اليازير، روزمارينو، سالفيا، الأوريغانو. ها هي كتشهي، يلاه خرجتها ان شاء الله تعالى. نتمنى انها تروقكم، راه جد صحيه ومفيده للصحه. نتمنى من الله انها تروقكم وتعجبكم، وادعوا لي مالا تجربوها. ها هي سبحان الله تحمرت كامله، الفران ديال الضو شاعل من الفوق والتحت. ها هي واحد الرائحه خارجه منها شهيه. يكفي انه كنا بنسمى بالاعشاب، وحنا راه عارفين السميد راه صحي، كذلك الحمراء او النخاله اللي غنيه بالالياف راها صحيه. ان شاء الله تعجبكم الفكره وتجربوها. قلت هذه يومين وانا باغا نديرها مشحياها، وقلت لي مالاش ما شاركاش معكم بالاعشاب المنسمه. ان شاء الله تعالى تعجبكم وتروقكم وتجربوها. وشكرا لجميع متتبعي قناه الصدقه الجاريه، شكرا لكم جميع كل متتبعين، كل اللي كيدعموا هذه القناه. يجني الخير والرزق، يجني الاجر عند الله سبحانه وتعالى. هذه قناتكم، قناه الصدقه الجاريه مع الزموريه. شكرا لكم، شكرا جميعا لكم، جزاكم الله خيرا ان شاء الله في الميزان المقبول عندكم. خليكم على خير، وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.